السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتمنى تكونوا بخير رب العالمين، الصحه والعافيه والكرم بتسلم عليك يا الخير يا الكرم. منورين ومشرفين على قناتكم سابريس تي في. فيديو النهارده عندنا تشالنج جامد جدا ومجنون، انا عمري ما عملته في حياتي، بس هنحاول ان احنا نعمله. كوزواي نوت، يعني ليه لا ان احنا ما نعملوش. احنا هنعمل النهارده برجر واحد بس فقط، يعني احنا جايبين عيش مخصوص للبرجر. استني كده اوريكم بالسمسم كده، شبه بتاع ماكدونالدز بالظبط، عيش مخصص للبرجر وطري جدا 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 بالسمسم، تمام، معمول جاهز عشان ايه يتفتح بس فقط كده. احنا بقى هنحط في البرجرية دي كيلو لحمة مفرومة، طبعا مش هنحطها في واحدة بس، انا فكرت ان انا قلت لو حطينا مثلا كيلو لحمة مفرومة في كده هتبقى طبعا يعني لحمة كتير ومفيش عيش، فانا فكرت ان احنا نحط واحدة من فوق واحدة من تحت ونحط ما بينهم كذا راق بحيث ان هو يبقى برجر واحد، تمام. فاحنا طبعا مش هنحط اللي من فوق، هنحط اللي بس اللي من تحت ما بينهم كنوع من انواع الرقات، وطبعا مش هنملاها عيش. بس التشالنج طبعا هيكون صعب ان احنا نحط كيلو لحمه مفرومه كامله واحده بس البرجريه. جبت جبنه شيدر علشان نحطها ما بين كل راق وراق، عشان ده هيبقى تشيز برجر مش هيبقى برجر عادي. السيزنينج مش محتاجين نتكلم عليه، خس وطماطم وفي بصل، وطبعا مش هننسى البيكلز لان دي من اجمد الاختراعات اللي ممكن تتحط في البرجر. فخلينا نتبل اللحمه المفرومه مع بعض. الجميل اللحمه دي لحمه حمراء وطازه، اوكي، احنا هنحطها زي ما هي وهنحط معاها ملح وفلفل فقط، اوكي، علشان ما نبوظش طعمها، ومش عايزين نحط معاها التوابل كتير، لان احنا كل ما الحاجه تبقى سيمبل اكتر كل ما يبقى طعمها احلى بكتير، تمام. ملح، انا بحب الحاجه مملحه، والملح ده للاسف ما بيملحش جامد قوي، اوكي، لانه ملح صحي. في ملح كده بتحط حبه صغيرين بيملح، وفي ملح مهما تحط منه ما بيملحش. وهنحط فلفل اسود طبعا. اوكي، حطينا لبسنا الجوانتي علشان نقدر نعجن، مش نعجن، ما اعرفش اسمها ايه، اللي هو نقلب العجينه كده اهو، تمام، نعمل كده بسيطه قوي. هنسويها في الفرن، هنعمل حاجه جامده جدا 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 ونحطها في الفرن، وعلشان طبعا ما تلزقش هنعمل حركه سريعه قوي. هنروح جايبين كده ورق الزبده، تمام، وبعد كده ناخد حته كده حلوه كده، اهم حاجه يبقى فيه ما بين كل برجريه وبرجريه، يعني ناخد لنا كده دايره كده، هناخد كده كذا كوره، ونيجي مثلا عند دي كده اهو، نروح عاملين كده ودايسين بقى. تاتا، ايه رايكم؟ شفتوا يا جماعه، والله لا سحر ولا شعوذه، سهل يعني، هي سهله بس فهمتني، انت لازم ايه تدور على حاجه تعمل بيها. وطبعا خلينا نعترف كويس قوي 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 انه اكبر واشهر محلات البرجر اللي موجودين في العالم كله بيعملوا نفس الطريقه. طبعا هتقول لي مين قال كده؟ هقول لك انا قلت كده. انت يعني عادي، انا لما احب اهبد او احب اقول اي معلومه كده هو من دماغي، مفيش مشكله لما اتاكدها معايا، يعني عادي. بذمتكم ايه رايكم؟ بذمتكم مش سهله؟ سهله جدا انك تعمل برجر، مش لازم ندور ازاي كده اهو، اي شيب مفيش اي مشكله، تحطها في الفرن تسويها، وبعد كده اول ما نخرج هنضطر ان احنا نحط عليها الجبنه تاني علشان تسيح، تمام. يا جماعه الهامبرجر طلع، بس طبعا من الطبيعي ان احنا ما نكوناش مسويينه قوي. ليه بقى؟ ان احنا عايزين دلوقتي على كل برجرايه لازم نحط الجبنه. طبعا انت يعني مش عارف انتوا نسيتوا ولا ايه. وبعد ما حطينا الجبنه الشيدر، طبعا مش محتاجين افكركم ان احنا كنا متفقين ان احنا نحط اكسترا تشيز، عشان احنا عندنا مشكله مع الجبنه يا جماعه، احنا عشاق الجبنه، مفيش حد فينا مش بيحب الجبنه. نحط اكسترا تشيز على البرجر، ونحط جوه الفرن يكمل سوا ويسيح. طبعا كل اللي احنا محتاجين نعمله دلوقتي ان احنا نحط كاتشب ومايونيز دريسنج، طبعا مش محتاج اكلمكم عليه. ده
ايوه ده الكاتشب، قصدي ده المايونيز، انا اسف. حط الكاتشب. انا بصراحة ما بحبش الكاتشب والمايونيز كتير يعني، انا دي حاجة ترجع لكم انتوا، تقدر طبعا تحطوا الكمية اللي انتوا عايزينها. عشان بس ما بقاش باظ، ما بقاش فيه بزازان. بص هو مش لازم نحط على كله. بصراحة هو مش عشان ما فيش، هو فيه تاني سلطة، بس يعني كده الساندوتش هيبقى مليان سلطة. احنا ممكن نحط واحدة بس كده اهو. تمام، اتفرج يا معلم، اتفرج اتفرج البرجر بقى عامل ازاي. بس احنا عندنا الحل، احنا جبنا العصايات دي. اوكي، اشهدوا يا جماعه، اشهدوا اشهدوا، عملت برجر كامل بوزن كيلو لحمه. كام دور؟ واحد اتنين تلاتة. بس طبعا عشان اثبته كان لازم احط اللي هي الخله، اللي مش الخله، اللي هي الحاجه كده اللي بتثبت، هي المفروض بيستخدموها في شيش طاووق، او بيستخدموها طبعا هتلاقوا في كل الساندوتش الكبيره جدا جدا جدا. حاجه بالحجم ده مستحيل تتثبت لوحدها. ايه رايك يا اسطى؟ والله العظيم، والله العظيم انا محترف، والله العظيم انا محترف. بص مش ماسك حاجه بصراحه، انا ساندو بازازه، لان ساندوتش بالحجم ده احب اقول لكم ان هو تقيل جدا، دهيه دهيه فوق ما تتخيلوا، ما تقدروش تتخيلوا بجد قد ايه هو كبير. وفي كيلو لحمه صافي، كيلو لحمه، يعني انتم متخيلين ما بين كل رق ورق؟ طبعا مش شايفين التشيز اللي كانت عامله ازاي ما بين كل رق ورق. ايه رايك؟ والله العظيم انا اسطوره، والله العظيم انا اسطوره. يا لهوي كان هيقع. اوكي. او برجر بوشينكي، ممكن نسميه برجر بوشينكي، والله العظيم مش ممكن. انا مش عارف اكله ازاي، بس انا عملته. مش عارف اكله على كام يوم، مش مهم، بس انا عملته. ده المهم بالنسبه لي، ان انا عملت تشالنج وقدرت ان انا اعمل برجر زي ده. هو اكيد طعمه حلو، بس انا خايف يقع. والله اللحمه تقيله، لحمه كيلو كيلو يا جماعه، انتوا متخيلين؟ يا جماعه والله ساندوتش عملاق. بص يا جماعه انا بجد ايدي كبيره مش ايدي صغيره، انا اخدت دور واحد من ثلاث ادوار، يعني واحد اتنين وادي ده، اخدت دور واحد بس. انا بجد بفتح بقي على الاخر عشان اقدر اخد قطمه كامله. بص بوظت الساندوتش خالص بجد، فعلا مش عارف اكله، بس طعمه روعه. ثانيه كده خليني اخد قطمه تانية معاكم. والله يا جماعه طعمه تحفه، طعمه بدون مبالغه بجد يا جماعه. بص انا ايدي، بص شايفين ايدي عامله ازاي؟ ايدي توسخت بجد. انت مش هينفع، مش هينفع تاكله قدام الناس، انت تاكله لوحدك بس، لان انا ايدي اصلا اتوسخت خالص خالص، مش عارف اكله، لان هو مهول كبير جدا جدا جدا. بصراحه يا جماعه طعمه تحفه. تفتكر يا جماعه حد فيكم يقدر بجد يخلص الساندوتش ده كامل كله لوحده؟ بجد لو في حد من اصحابكم او انتوا تقدروا تكملوا الساندوتش كله بالتلات ادوار في مره واحده، اعملوا له منشن على الفيديو. بصراحه انا، انتوا عارفيني يعني من صورتي باين ان انا مش راقص باليه، يعني انا اكيل وبحب الاكل جدا، بس بجد تو ماتش كتير جدا، وزنه تقيل قوي، يعني تقريبا البتاع ده وزنه اقل حاجه كيلو ونص، او بالعيش بالسلطه باللحمه بالجبنه بكل حاجه، يعني برجر واحد وزنه كيلو ونص. تقدر تاكله انت؟ قول لي في الكومنت. ولو في حد من اصحابك يقدر يكمل الساندوتش كله كامل على مره واحده، يا ريت ما تنساش انك تعمل له منشن في الكومنت وتقول له ها تقدر تقوم بيه ولا لا. لو عجبك الفيديو ما تنساش بقى تفقع بقى زر الاشتراك وتسيب لي لايك، بجد ده اقل حاجه انا ممكن اقبلها منك، وتقول لي رايك في الكومنت. اسيبكم على خير، واشوفكم فيديوهات قريبه جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.